أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح يفيض دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح يفيض دمع العين حبا وليس جراح. حبيبي سباني بحبه، سباني شفاني ورواني بغمره رواني. جذبني حب وعيني عليه، جلست بين يديه ووقت نساني شوقي يا ربي إليك. إليك وليس سواك أكون ملكا لي فمبتغي رضاك. شوقي يا ربي إليك، إليك وليس سواك أكون ملكا لي فمبتغي رضاك. حبيبي سباني بحب به، سباني شفاني ورواني بغمره رواني. جذبني حب إليك، أتي وعيني عليك، جلست بين يديك ووقت نساني. جماله فتان وقلبه كله حنان، محضاره ملقان بالجود والإحسان. جماله فتان وقلبه كله حنان، محضاره ملقان بالجود والإحسان. حبيبي سباني بحبه، سباني شفاني ورواني بغمره رواني. جذبني حب إليه، أتي وعيني عليه، جلست بين يديه نساني. يا كوجو عايز احكي لك على حاجة. احكي. بص انا في مرة دخلت اجتماع من اجتماعات الشباب. وبعد ما الاجتماع خلص حصل موقف غريب الشكل. انا فجأة كده لقيت مجموعات شلل واقفين وكانهم يعني ايه، هما ماشيين بمشية ديناميكية خالص، يعني كل مجموعة اتلمت على بعضيها واقفين بيتكلموا عن كل مجموعة لوحدها. وانا كنت ضيف في الاجتماع دوت، ما كنتش لاقي مكان في الوسط، انا مش لاقي، مش عارف اسلم على دول ولا دول، طب هل دول هيقبلوني، طب دول هيقبلوني ولا لا، يعني كان موضوع فعلا مستفز. طب
خليني استفزك اكتر بقى. قول. يعني خلي الاستفزاز. هو يسوع شخصيا ما كانش عنده شلالية، ما كانش عنده ناس مثلا 12 قريبين منه، وال 12 دول في ثلاثة اكثر قربا منه، انت ما تحسش ان دي شلالية مثلا ممكن تكون مع يسوع، ولا حاسسها ايه؟ انا كده اتخضيت. هقول لك بقى، يسوع كان عايز يقول لازم يكون عندي صحاب، لازم يكون عندي ناس قريبة، بس انا الناس القريبة دول مش طول الوقت زي ما انت بتقول بعد الاجتماع هقف معاهم يا جماعة يلا نخرج مع بعض سيبكم من الناس الباقية. بالعكس، يسوع كان طول الوقت ياخد التلاتة وياخد الاتناشر ويروح للناس. دي اسمها شركة المؤمنين. أوكي. ان ازاي نكون مع بعض. دلوقتي الشركة اتقلبت لايه؟ قلبت لي بسكوتة بالظبط وكوباية شاي بعد يلا جماعة نعمل شركة. أيوه. بس مش دي بس الشركة. صح. شركة المؤمنين ان انا احس بيك وانت تحس بيا في وقت تعبي، انت تجيلي وفي وقت تعبك انا اجيلك في الوقت اللي احس بيه. بيقول الكتاب احملوا اثقال بعض، فاحنا الاثنين بنعرف نشيل بعض بشكل. دي شركة المؤمنين، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. بالظبط بالظبط. فانا طول الوقت بشعر اني لا يا جماعة، شركة المؤمنين مش اكل وشرب. مش حلوة طبعا، هي حلوة دي بتقرب الناس، الأكل والشرب ده كويس، لكن الفكرة إزاي أقبل حاجتين بقى. أقبل إن أنا أرعاك وإنت ترعاني في شركة المؤمنين، فطمن عليك. إحنا النهاردة يا دودو ما بدناش نسأل بعض هو أنت أخبار الخلوة معاك إيه؟ صح. صح. أنت قعدتك مع ربنا أخبار، معلش قول لي طيب آية. ما بقاش بنتكلم على الكتاب، ما بقاش نحكي على ربنا، بقى كل محورنا يلي موجود في السوشيال ميديا، يا اللي موجود في الحياة في العالم، لكن ما بقربش من رب. لا، الشركة بتقول لا ارعاني من خلال الكلمة، من خلال ربنا بيقول ايه. ربنا ده بيتهيألي اللي هو يبني احدكم الاخر. بالظبط بالظبط. وفيها حتة تاني بس مش الرعاية، لكن شركة المؤمنين فيها توبيخ. ودي ساعات بتوجع بقى. صح يا جوز. ازاي بقى مثلا التوبيخ؟ بيتهيألي ان انا احيانا لما الاقي مثلا حد من الخدام، يعني احنا بنتضايق قوي لما الاقي الخدام مش بيرعونا، ولما يجوا يرعونا ويجوا يوبخونا لما نعمل حاجه نتضايق برضو يعني. فانا لا عاجبني ده ولا عاجبني ده، فانا لازم ابقى فاهم كويس قوي ان انا لا بقبل دوت. بالظبط. عشان كده التوبيخ معناه لما اجي النهارده لدودو اقول لك دودو انا حاسك انك مش مظبوط النهارده، وانت ايه ما قلتها لي خلي بالك. ايوه. بحس بايه؟ ان انت محتاج تقول لي عشان اصلي لك. صح. وانا اقول لك عشان تصلي لي. صح. حتى في التوبيخ، فلما اجي المره اللي جايه اقول لك عملت ايه في الحته اللي انت ما كانتش عاجباك في حياتك في الجزء ده، فتقول لي بصراحه انا عديت منها كويس قوي، شكرا عشان انت ساعدتني، وانا اشكرك عشان انت بتساعدني في الحته اللي انا واقع فيها، وكاننا احنا الاثنين بنكمل بعض. عارف يا كوجو اللي انت بتقول بنكمل بعض دي، عارف لما يجي الكتاب يقول كده ان احنا اعضاء بعضنا لبعض. بالظبط. ان احنا بنساعد بعض. واكتر حاجه بتفرق معايا في شركه المؤمنين هو اصلا انا وانت والمحبه اللي ما بيننا عمرها ما كانت هتكون الا لما الرب يسوع كان لازم يجي وجمع المتفرقين الى واحد، بعد ما كنا كل واحد في حاله، لكن لما جه ومات علشاننا جمعنا احنا المتفرقين الى واحد عشان يكون في ما بيننا شركه اساسها الشركه اللي ما بيننا وما بينه. بالظبط. فانا بشوف شركته هو مع الاب. يسوع مع الاب. وانا بطبق دوت على اخواتي. فبحس مين يا جماعه ما جاش النهارده، مين مش موجود معانا النهارده، فلان نفسنا نطمن عليه. صح. فلان نفسنا نسال عليه تعبان. نزوره. بالظبط. الجو الجميل اللي في شركه المؤمنين ما بنحسش بيه بره. صح. بس بحس بيه جوه الكنيسه. صح. عشان كده مجتمع الكنيسه هو المجتمع الحقيقي اللي لازم يعيش شركه المؤمنين، الشركه بشكل مختلف. ما تيجي ناخد شركه بقى بشكل مختلف. يلا بينا. بس سندوتشات مش شاي وبسكوت. نفسك ايه طيب؟ ممكن شاورما. اه بتحب الشاورما؟ يلا انا هاخد شاورما فراخ. يلا وانا هاخد شاورما فراخ برضه. يلا بينا. بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك
وأمين بطول العمر بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام إلا الخير مهما المشهد ظلام كله بأمرك يصير دي وعودك مش كلام ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظلام كله بأمرك يصير دي وعودك مش كلام تفاصيل العمر عندك حسبها وبإتقان وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان تفاصيل العمر عندك حسبها وبإتقان وحياتي هي ملكك حبك أفضل اديني عين تشوفك وتصدق بالإيمان ده مفيش أمر يفوتك وبإيدك السلطان اديني عين تشوفك وتصدق بالإيمان ده مفيش أمر يفوتك وفي إيدك السلطان يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم واستريح واخضع لك ربي واصبر أنت حكمك صحيح يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم واستريح واخضع لك ربي واصبر